السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتعرفوا على المفهوم ديال الاوفر رايت. كنا سبق لنا ديجا شفنا الاوفر لودينغ. الاوفر لودينغ هضرنا على انه كيكون خاص بلا سيناتور ديال لا ميثود او لا فونكسيون، يعني فاش كتبدل الخدمه ديال لا ميثود ولا ديال لا فونكسيون ملي تنبدلوا ليها لا سيناتور ديالها، يعني البارامتر ديالها. ولكن بالنسبه علاش كيتسمى ديجا اوفرلود؟ لقاش نورمالمون كيتبدل خلال الاستدعاء ديال ديك لا ميثود ولا الاستدعاء ديال ديك الفانكشن. يعني ملي كنستدعيها كنعيط لها بسميتها في المين، كنمشي نعطيها مثلا واحد البارامتر كنبدلو سولون شنو عطيها انايا في الكلاس، مثلا واحد عطيها انش انش اخرى عطيها انش دبل، فتما فين كيوقع ليا الاوفرلود. يعني دوغون داك اللودينغ ديالها تما فين كتخدم. باغ كونتخ الاوفررايد، اوفررايد اوتخ شوز. دونك ملي تنهضر على الاوفررايد تنهضر على واحد لو شونجمون ولا واحد لا ميز اجور كندير على واحد لا فونكسيون لي ديجا كي اكزيست. وفين كيكون هاد لا ميز اجور هادي وهاد لو شونجمون تيكون في البادي ديال الميثود. شنو كنقصد بالبادي ديال الميثود؟ يعني لو كور ديالها، يعني اللي كاين في اونتخ غيوم تريتمون ديالها تنبدلو. يعني تنشد لا ميثود ما تنبدلش لها السميه ديالها، كتكون عندها ديجا كتبقى بسميتها، ما تنبدلش لها السيناتور ديالها، يعني تبقى نفس العدد ديال لي بارامتر، نفس لي تيب دو دي بارامتر، تيتبدلش. شنو اللي تيتبدل؟ تيتبدل لو تريتمون، سوا تنزيد عليها شي تريتمون اخر سوا تنبدلو كارين. الوغ مثلا هنا شنو عندي؟ عندي واحد لا كلاس اللي سميتها سام. هاد الكلاس سام شنو كدير؟ دونك الكلاس سام فيها واحد لا ميثود سميتها سام. لا ميثود سام كتاخد تو انتيجرز كتابليكي عليهم لاسون. يعني و الى جيت مثلا المين كود ديالي و انستانسييت واحد الاوبجي من لا كلاس سون، مثلا غنجيب بلا فار اس ريسيف نيو سون. دونك يس سون. دونك انستانسيوها و نعطيوها مثلا واحد الخدمة اس داتش دات سون. دونك سون الوغ دونك شنو عطاها كوم بارامتر؟ عطاها مثلا الوغ شنو عطاها بعدا ديجا انايا؟ دونك وي دونك غادي مثلا نعطيها جوج ديال لي بارامتر، مثلا نعطيها جوج ونعطيها مثلا ثلاثة. دونك فاش غادي نراني هاد الكود ديالي فوال. دونك دابا شنو اللي تابليكا ليا؟ نورمالمون عطاتني جوج زائد ثلاثة كتساوي خمسة. نورمالمون تابليكات ليا هاد لا ميثود هادي. علاش؟ لحقاش استدعيت بيان سيغ هاد لا ميثود من كلاس صام وعيطت ليها. هاد الاوبريشن هادي درتها انها كتيغيتي من صام، وبغيت مثلا ندير عليها واحد الاوفرلودينغ. دونك الاوفرلودينغ ديجا سبق لينا وهضرنا عليه، يعني كنشد لا ميثود نفسها ما كنبدلش لها السميه ديالها، مي كنبدلها لا سيناتور. يعني كنحافظ على لو ميم تريتمون، لو ميم تريتمون اللي كاين في اوبريشن هو اللي كاين في صام. ولكن في هاد الحاله هادي كنبدلها مثلا لا سيناتور. مثلا لا سيناتور ديال صام كانت كتاخد تو انتيجرز في الباراميتر، لا في الباراميتر تاخد انتيجر ودابل. يعني ملي غادي نمشي مثلا غادي نبغي نعيط على واحد لا ميثود، هاد لا ميثود هادي فين كاينه؟ كاينه في اوبريشن، حيت دابا انا انستانسييت في المين كود ديالي انستانسييت من لا كلاس سام. دابا غنشوف الى انستانسيينا شي حاجه من اوبريشن. دونك غناخد هاد لو كود ديالي هنايا او بي من اوبريشن، وغنشد هاد اوبريشن مثلا غنبغي نابليكي عليها واحد الخدمة. دونك نورمالمون غتعطيني خاصها تعطيني ايرور في هاد البارتي هادي. دونك خاصني ندير واحد السيف. الو اوبريشن هنا شنو دارت؟ هاد الاوبي اوبريشن خدم ليا بهاد لا ميثود ديال الصام. لاباش اوبريشن كتيغيتي ليا نورمالمون هاد الصام اللي كاينه فين؟ اللي كاينه في الصام. داكشي علاش نورمالمون اول كود اكزيكيوتا، سينو كون مكانش هاد الصام هادي في الصام مكانش غادي تخدم ليا، لاباش كان نورمال غير في اوبريشن. ولكن كيولي عندي الحق انني نخدم حتى اجي ما خدمناش نورمال غير ما خدمناش. دونك
دونك هادي نورمالمون خاصنا نخدموها. فوالا دونك كتعاود كما قلت لكم كتيكزيكوتي نورمالمون الخدمه اللي كاينه في الصون، ولكن كيولي عندي الحق انني نقدر ندير لها بوان 5 مثلا، يعني كنقدر نعطيها انا انتجر وهنا دابل، يعني كتيكزيكوتي ما كاينش مشكل. يعني في الاول انني قدرت نخدم الاوفرلود هاد الصام هادي، في الاول عطيتها تو انتجرز ومن بعد عطيتها انتجر ودابل. دابا بغيت ندير لها الاوفررايدينغ ديالها، كيفاش غنوفررايدها؟ فهنايا في الاوبريشن عندي الصام واخدها انتجر واخدها دابل، ونورمالمون شنو قلنا على الاوفررايد؟ قلنا الاوفررايد هو انني كنشونجي البادي ديال الفانكشن وكنحافظ على نفس السميات ديالها ونفس لي بارامتر، ولكن كنبدل لها الكونتوني ديالها، يعني الخدمه ديالها داخل كتبدل. دونك هنا نحاول ندير واحد الاوفرايدينغ على لا ميثود ديال الصام اللي هو داك الكومونتير. الوغ باش انديكي الكومبيلاتور ديالي انه يساجي بيان واحد انه واحد الاوفرايد، خاصك تانديكي عليه بهاد نقدر نقول عليه ديكوريتور. دونك اون فوا كنكتبو هنايا اوفرايد تيفهم كيفهم نورمالمون الكومبيلاتور انه اوفرايد، يعني كيشد هاد لا ميثود هادي ديال ان سام اللي كاينه ديجا سا اكزيست هنا. نورمالمون اوبيريشن كتاغيتي من سام، يعني سام اوبيريشن امبليسيتمون فيها سام ابار هاد الاوفرلودين اللي كاين هنا، يعني كان واحد اوفرايد ديجا على سام، ولكن يعني اصلا كتاخدها، يعني كتاخد نورمالمون الاوبيريشن بالاوفرلودينغ والعاديه كتاخد جوج، ولكن عندنا واحد الاوفررايدينغ على هذه اللي ديجا اغيتيها، يعني شديناها حافظنا على لا ميم سيناتور، ولكن درنا واحد الابديت هنا. نورمالمون في لا دوزيام بارتي دابا ملي غادي نبغي نعيط على لا ميثود مثلا سام، نورمالمون غادي يولي عندي واحد لوتر شوف مثلا اوبي 2. هاد اوبي 2 غتستخدم ليا نورمالمون اوبي 2 دات سام نيت نخدمو التانية شي راه مكيعطيك تختار حيتاش اوبيريشن فيها جوج كيما قلت ليكم. دونك دابا درت ليها نورمالمون اوفر رايد يعني بدلت ليها كونتيني ديالها، عطاهم مثلا واحد عطاوها لي جوج، شوف شنو غدير كنترول اس فوالا. دونك شنو دارت دابا؟ اكزيكوتات ليا لا ميثود لي اوفرايدينغ، يعني فاش جيت ندير الاوفرايدينغ شنو دارت؟ حافظت على لا ميم سينياتور وبديت البادي زدت عليه هادي المسألة، يعني بقى لو ميم تخيطمون زدت عليه، نقدر نحيد حتى هادي مكاينش مشكل، نقدر ندير فيها لي بغيت، كيبقى عندي انا هاد لوكو انجيكتيه بلي بغيت. فوالا يعني سوفي جوست انك كتعطيه بارامتر وصافي. هاد المسألة دي فاش كتستغل كتستغل بزاف إلا كان عندك مثلا ديجا واحد لا ميثود صايبتيها وبغيتي تبدلها، يعني بغيتي تبدلها ولا تزيد عليها شي حاجة وتحافظ على الميم سيناتور ديالها. دونك كانت هادي لا فيديو ديال اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.